لعنة مسلسل على نسبة مشاهدة حلت عليهم. البت بتاعتك شار زي سياد. كل يوم والتاني يتقبض على بلوجر بسبب فيديوهاتها المخلة. ايه ده اللوك؟ ايه خالص؟ ايه اللوك؟ والمتابعين أطلقوا حملة خليها تنضف، بيهاجموا فيها أي بلوجر بتخرج عن المألوف. تعال أحكي لك إيه قصتهم ومصيرهم بعد ما لبسوا الأساور. الساعات اللي فاتت اتقبض على البلوجر سمية نستون، واللي كانت بتقدم فيديوهات على السوشيال ميديا جريئة جدا. سمية ظهرت في فيديوهات وكانت بتحتفل بشبكتها على طفل صغير. كانت لابسة فستان مكشوف جداً بطريقة غريبة، ده غير إنها بتقدم محتوى غير أخلاقي بهدف إنها تكسب فلوس. ده ناستون. ومن وقت القبض عليها بدأ رواد السوشيال ميديا يسألوا عن قصة سمية. سمية بنت من الإسكندرية، من مواليد 1999، عندها 25 سنة، بتقدم فيديوهات على التيك توك خارجة، وده طبعاً بغرض تحقيق مشاهدات وكسب الفلوس من اللايفات اللي بتطلعها. ناستر. سمية التحريات كشفت إن أهلها متبرين منها ومش عايشة معاهم، وبتعيش حياتها براحتها طالما بتصرف على نفسها. الغريب إن الفترة الأخيرة عدد كتير من البلوجرز بقوا بيقدموا محتوى غريب جداً، علشان كده هنلاقي إن كل شوية بيتقبض على واحدة شكل. وقبل سمية بأسبوع واحد كانت هدير عبد الرزاق، واللي اتقبض عليها في شقتها بتهم الفيديوهات مخلة برضو. طب إيه وأنا ماشي كده ليه؟ هدير في البداية اتعرفت من محتواها واللي كانت بتقدمه مع جوزها اللي كان أكبر منها بحوالي 20 سنة، لكن اتطلقت، ومن بعد الطلاق بدأت تنشر فيديوهات غريبة. لكن الملفت في قضية هدير هو إن باباها طلع ودافع عنها. وظروفها المادية مستريحة ومش محتاجة إنها تطلع تعمل اللي اتعمل فيها دوت. وقال إن بنته ما عملتش أي حاجة غلط تتحاسب عليها، وهم فيديوهين بس اللي صورتهم وتابت عنهم ومسحتهم. الظاهر كده إن لعنة مسلسل على نسبة مشاهدة حلت عليهم، وأي بلوجر بتخرج عن المألوف بيتقبض عليها على طول. هاجم والد هدير الناس اللي بتنتقد بنته، وقال إن مفيش أي قانون في مصر بيمنع اللبس المكشوف، وإن بنته ضحية وما كانتش بتحاول تتشهر وتكسب فلوس ولا أي حاجة، هي بس كانت قاعدة فاضية شوية علشان كده كانت بتصور فيديوهات وما تعرفش إن كل ده هيحصل. ومن هدير لسمية الاتنين ما يختلفوش عن بعض، لأنهم تقريبا كانوا بينزلوا نفس المحتوى بالظبط وعملوا نفس الحركات الغريبة. سمية ادعت إنها اتخطبت وعملت شبكة، والمفاجأة إن العريس كان عيل صغير جدا لبست فستان مثير وقلبت السوشيال ميديا كلها. هدير نفس الموضوع، ادعت برضو إنها اتخطبت لتيك توكر اسمه حمدي وهو طفل صغير يعني تحت سن 18 سنة، وعملت شبكة ولبست فستان وليلة كبيرة. في الآخر لما الناس هجمتها بسبب لبسها قالت أن ده فيديو كليب عادي وإنها ما اتخطبتش ولا أي حاجة، هي بس كانت بتعمل فيديوهات تسلية مش أكتر. ومن وقتها اتقدم فيها عدد كبير من البلاغات لحد فعلا ما اتقبض عليها، وحاليا مصيرها هيبقى السجن.